بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده هعمل انبوكسنج جديد. في ناس كتير قوي سالتني على الجيمبل الكرين 2، فانا النهارده هتكلم على الزيون كرين 2. عامه انا هجرب الكرين 2 وهركب عليه كاميرا ميرورليس زي الكانون الام 50 عشان تكون ميرورليس وحجمها خفيف بالنسبه للكرين. انا كده هعمل انبوكسنج للكرين. انا عامه الكريم بيجي في الهارد كيس ديه، بيجي معاه هنا الاكسس بتاعه، هو طبعا الترايبوت، وبيجي معاه البطاريات، هو بيبقى معاه الشارجر بتاعه ثلاث بطاريات اللي هو 18650، وبينزل معاه الفولو فوكس ده لو الكاميرات ما فيهاش مش سبورت معاه، وبينزل معاه شنطه صغيره فيها كل الوصلات اللي هحتاجها. تمام، انا كده هركب الثلاث بطاريات وكده اركبه الحامل. تمام، اول خطوه هعملها هو البالانس، او ان انا اظبط الكاميرا على الجيمبل، و ده كده اول مسطره. يفضل يكون معاك عملة او مفكة او حاجة صغيرة بحيث تربط بيها. اول حاجة انا ركبت المسطرة، هركب بعد كده هنا على الجيمبل في الاطوال بتاعتي. اول حاجة اللي انا بظبط فيها المسطرة اللي هي اول واحدة، وبعد كده اللي في الجنب اللي هي الاكس التاني. وعلى كده الاكس الثالث.